بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أصبحنا وأصبح الملك لله. الساعة 4:40 صباحا، باقي تقريبا 10 دقائق على أذان الفجر. إن شاء الله إلى الرياض رحلتنا اليوم. توكلنا عليك يا الله، النظارة كانها عوجة. الطريق هادي والدنيا هادية وكل شيء هادي والحمد لله رب العالمين. الخبر الآن، أنا موجود في الخبر طريق الملك خالد، توجه إلى طريق الرياض، والأجواء هادية. اليوم جمعة، حركة خفيفة والسيارات قليلة والحمد لله رب العالمين. اللهم دم علينا نعمتك واحفظها من الزوال يا رب العالمين. توكلنا عليك يا الله. وهذه أول لوحة صادفنا، البحرين دقيق الخفجي الرياض، إلى الرياض إن شاء الله. هذه أول محطة في طريق الرياض، أول ما تمسك خط الرياض تطلع من الكبري تقابلك المحطة. لا تروح بعيد، إذا أنت مسافر الرياض هذه المحطة تعال وصل، عبي بنزين، خذ قهوتك وخذ لك ماء وخذ لك أكل وكل اللي تبغاه في أول الطريق. نعم، هذه أول الطريق المحطة، ما شاء الله تبارك الله، محطة حلوة ومرتبة، جميع الخدمات، المقهى إلى سوبر ماركت إلى مسجد إلى بنزين. وهذا المسجد أمامنا مباشرة. الناس صلوا وخلصوا، ندخل نصلي مع اللي صلوا، والله كريم إن شاء الله. نبغى موقف. وهذا المسجد اللي راح نصلي فيه إن شاء الله. توكلنا عليك يا الله، الحمد لله رب العالمين. صلينا الفجر والحمد لله. وهذه قهوة الطريق، قهوة الطريق وداكن، والمذاق المغربي وبارد. هذه بارد.
الأكسنت الجديد. هذا شكل الأكسنت الجديدة. شكلها حلو والله. بس يعني تبغى أكسنت. هي أكسنت. هذا شكل الأكسنت الجديدة. يعني خلفيتها حلوة. شكلها حلو. جميل. عادة دائما الموديل الحديث يكون جميل يعني. حتى الناس تعتاد عليه وبعدين خلاص. اكسنت. هونداي اكسنت. وهذا شروق الشمس. شروق الشمس الساعة 6:30 صباحا. هذا شروق الشمس الساعة 6:30 صباحا. شروق الشمس صباحا. المطعم الباكستاني نفطر. بس هذا مو المحطة اللي فيها المطعم الباكستاني. يمكن بعده. هذا قبل الرياض 120 كيلو. يمكن في مطعم هنا. خبر مطعم باكستاني هنا بعد. هذا مطعم باكستاني. ਸਮੀ ਉਹ ਸਮੀ ਆਈ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪੋ ਕਹਿ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਜੀ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਉਹ ਸਮੀ ਆ ਕਰੀ ਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿ ਦੱਸੀ
شاي حليب فطورنا اليوم عدس هذا لبن الصافي بعد العدس ويا صافي لبن
هذا الرجل الخفي؟ أي نعم، هذا الذي يعمل في الخلف، إنسان باترل، الوسع والقوة والرفاهية، واللي ماخذ الصيت اللاند كلوزر. أي نعم، هذا الموتر صراحة موتر جميل ومحترم وقوي، واسع مريح، يتحمل يعيش، سيارة محترم وارخص من اللاند كروزر واجد، واللي ماخذ الصيت اللاند كروزر، ما في وسع اللاند كروزر، وثقيل ثقيل اللاند كروزر، اي 3 جيوب باترول بس. هذه شكلها فئة ستاندر، ما كانها ليميتد، كلها خير وبركة، سيارات حلوة. وهذه نقطة تفتيش الرياض، مقبلين على نقطة تفتيش الرياض، أخنا الرياض، الحمد لله على السلامة. ايش زحمة التريلات هذه اليوم؟ اليوم جمعة، اليوم جمعة، والخط السرعة حق التريلات ما شاء الله تبارك الله أطول من القطار. وين آخر هذا السرعة؟ هذا اللي كانهم داخلين على الميزان، كانهم صافين دور على الميزان، والله أعلم. بس وين آخرهم؟ وين آخرهم واصل؟ ما شاء الله تبارك الله، مشاريع ضخمة في الرياض، مشاريع ضخمة على قدم وساق، مستقبل واعد، والله كريم إن شاء الله، الله يعز الإسلام والمسلمين. هذا آخره، هذا آخر السرعة حق تريلات، ما شاء الله طريق الرياض كله من أول لآخرة تريلات، لو تعدهم ما تحصيهم، ما شاء الله تبارك الله. هذا بس فقط في الرياض، بين الرياض وبين الدمام، خل عاد طريق الكويت وطريق الإمارات ومكة وجدة والمناطق الثانية. وهذا يمين من الرماح، طريق الرماح يمين، الرياض مكة المكرمة، أجمل لوحة في العالم كله مكة المكرمة، أن تعيش في بلد تجد في لوحاتها الإرشادية للطرق كلمة مكة المكرمة والمدينة المنورة، عز وفخر. أي نعم، وسط المدينة ومكة المكرمة، مكة المكرمة، نعم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد يا رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمك، اللهم لك الحمد، نعمك لا تعد ولا تحصى. اليوم جمعة وطابت جمعتكم، نشوف كم باقي على الموقع. أربعة وأربعين كيلو تبقي، 44 كيلو. ثلاثة وأربعين كيلو، 28 دقيقة. وهذا هو، شفتوه على التريلة، شوفوه على الطريق،
هذا هو. جميل ما شاء الله. وهذا الرياض استاد الملك فهد. جامعة نورة. هذه جامعة نورة. ها؟ جامعة الإمام. لا هذه مو جامعة نورة. جامعة الإمام ما الاسم غير كامل. هذا طريق الملك خالد. طريق مطار الملك خالد. طريق مطار الملك خالد بالرياض. انت بطريق وانا بطريق. جامعة الامام محمد بن سعود. جامعة الامام محمد بن سعود. جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. اللي مريت عليها قبل شوي. طريق الملك سلمان. هذا الحي اسمه حي النرجس شمال الرياض بعيد عن قلب الرياض من الأحياء الحديثة بالرياض. حي النرجس هذا المترو. هذا المترو. واحد رايح واحد جاي. هذا يمكن احسن تصوير صورته للمترو. مركز الملك عبد الله المالي. وهذه سكوترات أجر. اوه شقالة بعد. كلها أجر. شغل سكوتر وامشي وحاسب بالجوال. Thank you.
هذا المتر. واحد رايح واحد جاي. شيء ذهبي وشيء بنفسجي. هذا ملكي يمكن. يعني حسب ما سمعت ان اللون هذا صار لون ملكي. والله اعلم. وهذه المحطة. وهذا الطريق كله سكوتر وسياكل. شغل وامشي. ادفع وتوكل على الله. كل الطريق لاخره. ما شاء الله تبارك الله. ما ادري ايش التمر اللي في هذا. كنا من النوع اليابس. والله شكلك انه جيد والله اعلم. هذا الطريق كله سياكل. كل الطريق سياكل. هذه المحطة اللي يطلع منها المترو ويدخل فيها. هذه محطة المترو. مترو ذهبي ومترو بنفسجي.
هذا الشارع اسمه شارع العليا، شارع العليا. وقت صلاة الجمعة الآن، وأنا مسافر طبعا، أعتبر مسافر، والمسافر ما عليه جمعة، الشوارع فاضية، جميل جدا أن ترى الشوارع كذا، يعني الواحد يتجول فيها بكل أريحية. شارع العليا يعني يعتبر من الشوارع الأكثر ازدحاما بالرياض، بس الآن وقت صلاة الجمعة. وهذا برج المملكة، برج الوليد بن طلال على شارع العليا، من برج الوليد بن طلال أو برج المملكة يقع بين شارع الملك فهد وشارع العليا، يقع بين هذين الشارعين، وهو في الأصل يقع على أربع شوارع برج المملكة، يعني محيطة أربع شوارع. وهذا برج مصرف الراجحي على طريق الملك فهد. خروج الناس من الصلاة، الله يكرم. هذا الجامع، هذا طريقنا إلى الدمام، طالعين من الرياض إن شاء الله. وهذه محطة أدنك، محطة أدنك، الساعة 1:06، المحطة ما شاء الله تبارك الله مزحومة، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. ك
كأنك في منفذ بين دولتين، ما كأنك داخل السعودية على تجمع الناس والسيارات والمطاعم. ما انك في حدود برية مسافر وزحمة الناس مسافرين، وفعلا الناس مسافرين، يعني 90% من هذه الناس مسافرين بس داخل السعودية، يعني ما في منفذ، طالعين من الرياض رايحين للدمام، هذول كلهم رايحين للدمام والحسا، الدمام والحسا والجبيل وهكذا. يعني المؤشر الجميل والسيارة الجميلة ما شاء الله، شيء جميل. وهذول بياعين الفواكه، أفندي وتفاح ورمان وموز وبرتقال، ما شاء الله البرتقال، ما شاء الله البرتقال، ولقط والتمر والسمن والتين، ما شاء الله خيرات رب. فريش فواكه، فريش طازجة، اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. وهذول اللي يبيعون الشاهي، والله ودي بكاسة شاهي بس يلا ها يلا توكلنا على الله. إلى الدمام، حبينا بنزين فل إلى الدمام. وصلت الخبر والحمد لله مع أذان المغرب، كان التوقيت مع أذان المغرب، أذان المغرب الرياض، يعني كان أذن المغرب في الخبر صار لعشر دقائق. وصلت وعند بوابة جسر البحرين أو بوابات الدخول إلى جسر البحرين، وهذه تشاهدونها بوابة الدخول إلى جسر البحرين في حي الجسر. وهذه بوابات جسر الملك فهد، اي نعم، احنا انا تلخبط مره اقول جسر البحرين ومره جسر الملك فهد، على كل حال المسمى الحقيقي جسر الملك فهد، والدارج والعامي جسر البحرين. ولفت نظري هذه السياره قريبه، ما ادري هي تعتبر سياره او دباب او الزرقاء، هذه بثلاث كفرات اعتقد من فئه الدباب، شكلها جميل كذا وفيها حركات كان دباب باتمان، شكلها جميل كذا وإضاءة وحركات، وكل يوم كل يوم يطلعون اختراعات جديدة وأشكال جديدة. وهذه البوابة الصغيرة إلى جسر الملك فهد. ولما رجعت جهة البوابات، لأن ما في طرق طريق مسكرينة، فنضطر ان نوصل عند الإشارة ونرجع مرة ثانية. هذه بوابات جسر الملك فهد، فكان منظر الغروب، صرت مواجه للغرب، هذا منظر الغروب، منظر جميل مع طريق العزيزية المودي إلى الثقبة والمناطق اللي تحت في الخبر يمين. والحقيقة لم يصادفني الشيء الكثير في رحلتي هذه للرياض، عدا أن الرحلة كانت جميلة بالنسبة للطقس، كان الجو بارد أو برد الصباح، واليوم جمعة يعني ما كان في زحام، تجولت داخل الرياض براحتي وخلصت شغلي براحتي، لكن برضو صبت بالإرهاق عند الرجوع والوصول. فسبحان الله، على كل حال هذا حال السفر دائما مرهق. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء السفر نعوذ بك من وعثاء السفر، وهذا وعثاء السفر يصاب الإنسان بالإرهاق وبال
عدم التركيز والشتات لين ما يرجع الإنسان إلى طبيعته وإلى حالته الطبيعية يحتاج إلى يومين ثلاثة. فدائما نذكر الله وندعي دعاء السفر حتى لا نصاب بهذا الإعياء من السفر، وبعض الأحيان يتحول معنا من الإعياء إلى حمى، والحمد لله على كل حال. وهذه مدينة الخبر والمدينة الصناعية الثانية اللي بالثقبة خلف هذه العماير والأبراج على اليمين، وانت نازل على مدينة الخبر. هذا طريق الملك خالد، وأنا أمشي في الطريق الجانبي هذا أو المخرج. هذا المخرج اللي يفصل بين طريق الملك خالد والحي هذا، حي التحلية أعتقد اسمه، هذا الحي اسمه حي التحلية، اللي لا حي التحلية بعد الجسر، تايه مني اسمه. فعلى كل حال مثل ما تشاهدون هذا طريق الملك خالد لين ما وصل إلى الثقبة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، لا تنسونا من دعاكم بالصلاح وبالاشتراك في القناة وعمل لايك وتعليق ولو كان بوردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عادل اليامي أبو صالح، اليوم 15 ديسمبر 2023، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.